اهلا بحضراتكم. الوضع في الغرب الليبي معقد الى حد ما. هنقول عبد الفتاح السيسي. خليفة حفتر حاول الدخول الى طرابلس، هزم على اسوار طرابلس، وبدات حكومة الانقاذ الوطني في ملاحقة حفتر وقواته في غريان وغيرها من المناطق، وبدا هو يقصف المدنيين. وبيقال ان فرنسا تحاول التدخل لانقاذ خليفة حفتر. عبد الفتاح السيسي يرسل أسلحة لإنقاذ خليفة حفتر. إيه الوضع والحالة في غرب ليبيا؟ ده اللي هنتعرف عليه من ضيفنا في الاستوديو الأستاذ فرج دردور، الباحث والأكاديمي الليبي. أهلا بك يا فندم. مساء الخير ليك ولضيفك الكرام وللمشاهدين. خلينا في البداية نطلع السادة المشاهدين على تطورات الوضع الميداني في ليبيا عموما. الوضع الميداني طبعا على الرغم حقيقة أنا لست متخصص في العسكري، ولكن أستطيع يعني أعطيك من خلال يعني بعض الإحاطات من خلال ما هو موجود يعني على الأرض على الأقل كموجودين. طبعا نحن نعلم جيدا أن نحن كنا متجهين إلى اتفاق أو إلى مؤتمر جامع، وكانت الأنظار تقريبا لحكومة الوفاق اللي حكومة السراج كانت جميعها متوجهة إلى هذا المؤتمر، و يعني كان لديهم تأكيدات من السيد حفتر بأنه يعني موافق على هذا الوضع. وهو في حقيقة الأمر كان يعد في إعداد لمباغتة الحكومة، حكومة الوفاق الوطني، الوفاق الوطني والهجوم عليها في خلال ساعات، كان مخطط أقل من 24 ساعة بيكون مسيطر على طرابلس من خلال الخلايا النائمة اللي كانت الداخل. وفعلا يعني تقريبا منطقة جنزورة تبعد 10 كيلو على وسط العاصمة، طلعت فيها مجموعات كبيرة وسيطروا على المنطقة ويعني دخل بقوة. ولكن طبعا هب طبعا كل شباب تقريبا أغلب شباب طرابلس وصدوا هذه الهجوم الأول، وتم إفشال الخطة يعني بالكامل. وقع تقريبا في اللحظة الأولى تقريبا 120 أسير وأكثر من حوالي 50 أو 60 عربة سيارة تم أسرهم جملة. التعاون كان من الزاوية ومن من كل تقريبا مناطق ليبيا حقيقة، لأن الموضوع كان فيه نوع من الخيانة. الآن اليوم يعني ما الذي تطور وما الذي اختلف في الغرب الليبي في طرابلس؟ تطور أولا طبعا الأصوات اللي كانت قريبة عن مدينة طرابلس وكانت تهدد، وهذيك تلك الصواريخ اللي كانت تسقط على المدنيين الآن خطرها أقل، لأن تم صدهم وإرجاعهم القوات هذه الغازية إلى يعني مسافات يعني لا نستطيع أن نقول بعيدة. هناك بعض النتوءات اللي ما زالت يعني صعب، ولكن في حقيقة الأمر إجمالا تقريبا حكومة الوفاق يعني تستطيع أن تقول سيطرت على الوضع، ولكن ما زال يعني لم يعد بالشكل المطلوب. لكن الشيء المطمن أن الناس تقريبا اقتنعت ايضا ان كل كان ما يقال بان طرابلس كانوا يريدوا قوات الكرامه وتدخل وينتظروا فيها بالورود على الشعب. هذا طبعا ما تم اقناع به على الاقل الجانب الاوروبي والامريكي والاطراف، هذا طبعا سقط جميعه، لان الشعب طالع بكثافه في كل الجمعات الماضيه بجمعه اليوم بانه يرفض القتل، يرفض تدمير مدينته، ويعلم جيدا حتى الأسباب المعيشية والإشكاليات حقيقة للأسف الشديد اللي هي موجودة في طرابلس ازدحام المصارف وسبب الكرامة، لأن هؤلاء حقيقة هم من رفض جميع الحلول السياسية، هم جميع رفضها. وأيضا تعاملوا بمسألة الصكوك مؤجرة الدفع وغطها نقدا عن طريق السوق السوداء بفارق 40% مغري، وهذا أدى لسحب السيولة من المصارف وتسبب أزمة في يعني جميع البلاء تقريبا اللي موجود منهم ومن داعمينهم الدول هذه العربية للأسف الشديد اللي تدعم فيهم هاي حقيقة. في ثلاث قطع بحرية رست بالأمس الخميس في ميناء رأس لانوف النفطي الموجود شرق البلاد، أنزلت ده أنا بقراه لك بالضبط كما أتى في وكالات الأنباء، أنزلت زوارق حربية وأسلحة هجومية تحت إشراف فرنسي. إحدى هذه الزوارق أو إحدى هذه القطع البحرية عفوا ترفع العلم علم فرنسا. كل ده راح، كل هذه الأسلحة لدعم خليفة حفتر. ما مصلحة فرنسا في دعم خليفة حفتر للسيطرة على كامل التراب الليبي؟ أنا في اعتقادي طبعا هذا له هدفين. الهدف الأول يتعلق بسياسة فرنسا في السنوات الأخيرة
وهي تثبيت أنظمة دكتاتورية في قارة أفريقيا. هذه الأنظمة تستطيع التعامل معها واستعباد حكامها، وبالتالي تستطيع أن يعني تجرهم. يعني أنت لاحظ الاتحاد الأفريقي مثلا على سبيل المثال، الاتحاد الأفريقي قراراته كلها تصدر تقريبا الصياغة تصدر في فرنسا، يعني الرؤساء الاتحاد الأفريقي جميعهم تبع، وبالتالي هي غير معنية بالديمقراطية في أفريقيا بشكل عام وبها ليبيا طبعا ومصر وغيرهم، بحيث أن تصدر بعض القرارات التي تعيق التمدد الأفريقي التمدد الفرنسي في أفريقيا. إذن هذا وجه أن هي لا ترى مصلحتها إلا في تنصيب أنظمة دكتاتورية قمعية تأخذ منها من تريد. هذه النقطة. النقطة الثانية أن فرنسا تورطت في البداية، طبعا كانت تعتقد بأن الأمور سوف تأتي أكلها بكل بساطة بكل سهولة، وأنها دعمت أمام العالم سياسيا حكومة الوفاق، واستخباراتيا كانت تدعم في 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 حفتر. وهذا ليس غريبا على فكرة، هذا الوضع الفرنسي، الانقسام الفرنسي بين المؤسسة المدنية والمؤسسة الاستخباراتية العسكرية معروف، يعني لعل قال عليه السيد لوبان وهو طبعا رئيس الحزب الاكستخيم دغوات الفرنسي، وهو حزب متشدد يميني متطرف، هو الآن طبعا يعني استقال من الحزب، ولكنه صريح جدا، ويعني يكن بحقد كبير للعرب والمسلمين وشيء قبل معروف هذا الحزب. هو قالها بكل صراحة، قال نحن نظامنا في فرنسا إدارة استخبارات لديها خطوط عريضة، لديها عناوين تعمل من خلالهم، وأنها غير في وارد قرارات حتى الحكومة، هي عندها مصالح مصلحة فرنسا الكبرى، وتغير الحكومات لا يؤثر في عمل أو حركة الاستخبارات الفرنسية في دول العالم، وبالتالي هي غير معنية بمد حتى معلومات للحكومة. أحيانا حتى الحكومة يصرحون بشيء فعلا ليس لديهم معلومات من إدارة الاستخبارات، صحيح. وبالتالي هذا منهج فرنسي بهذا الشكل. لكن جميعه حقيقة كل هذا اللي يحصل سواء كان امدادات عسكرية، وانت لاحظت المدرعات الإماراتية والسلاح اللي يأتي من مصر المصنع في التصنيع الحربي، رصاص للأسف الشديد يبعثوا فيه لإخوانهم الليبيين حتى هذا كله حقيقة سقط أمام صلابة وإرادة الشعب الليبي الذي انتفض في 17 فبراير ليواكب العصر القرن 21. لا نريد فبراير، دعنا من فبراير، يراكب العصر القرن 21، حرية ديمقراطية، الشعب هو السيد، الحاكم هو اللي يتبع الشعب وليس العكس، يعني ليس مثل ما هو موجود مع احترامي في مصر رئيس ثابت ودستور متغير، هذا الاستنساخ لا نريده في ليبيا. وبالتالي أعتقد هذا كله سيسقط أمام إرادة الناس التي تريد مطلبها حرية. دعنا نرحب بضيفينا عبر سكايب، الأستاذ مروان برجاش محلل سياسي ليبي. أستاذ مروان أهلا بك. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم. أهلا وسهلا. كذلك نرحب بالأستاذ جمال الزبية مدير إدارة الإعلام الخارجي بحكومة الوفاق الوطني، معنا من الإنقاذ الوطني. الإنقاذ الوطني، عفوا. أهلا بك يا فندم. مساء الخير لك ولضيوفك الكرام ولكل من يتبعكم الآن. أهلا وسهلا. أستاذ مروان، الأسبوع الماضي تم الكشف عن اتصال هاتفي تم بين ترامب وخليفة حفتر بعد تدخل من محمد بن سلمان، رغم أن حكومة طرابلس هي الحكومة المعترف بها دوليا، لكن يبدو أن هناك عمليات قذرة تدار في الخفاء. ما تعليقك على هذا الاتصال، وهل يعد بمثابة دعم لخليفة حفتر؟ نعم، لا شك بأن هناك دول إقليمية ودول في المجتمع الدولي تعتبر أن خليفة حفتر وعمليته عملية الكرامة هي مشروع لها في ليبيا ويحقق مصالحها، وهذا المشروع طبعا تسعى جاهدة لكي ينجح وتدفع في سبيل ذلك الكثير من الأموال، وتسعى من خلال نشاطها الدبلوماسي وعلاقاتها في دول العالم لإنجاح هذا المشروع. ورأينا هذا أيضا في الوقت الذي أصيب فيه خليفة حفتر بمرض شديد، وكيف سعت هذه الدول إلى علاجه في فرنسا، وكانت تغطي على يعني غيابه خلال أكثر من أسبوعين، لم يكن موجودا على المشهد السياسي الليبي.
اتصال ترامب طبعا ظهر إلى العلن أو إلى وسائل الإعلام بعد حوالي 5 أو 6 أيام من إجراء هذا الاتصال. لم يعني يعلن البيت الأبيض منذ البداية عن الاتصال ترامب، يعني هو أجري يوم الاثنين الماضي أو القبل الماضي وأعلن عليه يوم الجمعة. هذا الاتصال أيضا فحوى الاتصال تكلم على مسألة مكافحة الإرهاب، لم يأتي بالذكر حسب ما أعلن على عملية حفتر ضد طرابلس ضد العاصمة. في مجمل القول أن نحن نعرف جيدا كيف يتعامل ترامب ورؤساء المنطقة وزعماء المنطقة العربية. الأمر يعني مبدأه أو أساسه أو قاعدته هو المال. نعرف جيدا كيف يقوم زعماء هذه المنطقة بتقديم الرشا المالية إلى ترامب ليحصلوا منه على مواقف معينة تدعم توجهاتهم وتدعم مشاريعهم في المنطقة. وهذا الاتصال أنا أعتقد بأنه أيضا من في إطار هذه العلاقة ما بين زعماء المنطقة وبين ترامب. ترامب يفعل أي شيء لمن يدفع له، نعم، أو يعني يقدم له تسهيلات في مجالات أخرى أو في ملفات. إذن النفط الليبي يعني كما يبدو من كلامك أستاذ مروان هو المستهدف من ترامب. سأعود ليك أستاذ جمال الزبية، هل الدعم الدولي لحفتر يمكن أن يقلب طاولة موازين القوى في الغرب الليبي لصالحه؟ يعني لا أتوقع أن هذا الأمر، يعني للحرية حمراء باب بكل يد مدرجة يدق، يعني يجب أن يعفو الليبيين، وتأكد الكثيرين منهم حتى من كان مغرر به في حكاية الأمم المتحدة والمبعوث الدولي والدول هذه الراعية لما يحدث في ليبيا وغيرها، يعني تضح لهم تماما بأن هذه كانت أكذوبة. كان المجتمع الدولي باستمرار يكرر بأن ليبيا لا يوجد بها حل عسكري وأن محل سياسي، وشافوا أو رأوا بأم أعينهم وتأكدوا من واقع الذي كان يقصده المجتمع الدولي بهذا الأمر. يعني كانت العملية تدار زمان في الشرق الليبي في بنغازي وفي درنا وفي جدابية، ثم ذهبت للجنوب، وكانت الأمر واضح بأن هذه كانت أجندة فرنسية نحو محاولة احتواء ليبيا أو على الأقل الدخول في ليبيا، ويهمهم طبعا أن تنصب إنسان زي هذا. تأكد الأمر وكان يعني أكذوبة ما يسمى بالمؤتمر الجامع الذي سوق لها غسان سلامة، يعني هو كان لا يعرف حتى كيف كان يديره، وإنما كان نوع من الحقنة المخدرة للليبيين وللحكومة الليبية بأنهم هم، يعني مع الأسف نجد المجتمع الدولي يقول والله إنه معترف بحكومة الوفاق في الوقت اللي يدعم في مجرم الحرب حفتر للقضاء على حكومة الوفاق والدخول إلى العاصمة بالقوة. يعني شفنا احنا قبل انطلاق هذه العملية الإجرامية اليوم 4/4 قبل بأسبوع كانوا متوافقين في أبو ظبي، وعلى أساس أنه تم الاتفاق ويهللوا ويرقصوا ويحاولوا أنهم يسوقوا الليبيين بأن والله حفتر أخيرا رضى بأنه يكون يعمل تحت السلطة المدنية، وهي في الواقع كانت كلها أكاذيب وكل مجرد تمرير لما يحدث. شفنا يعني زي ما تفضل أخي مروان حول موضوع ترامب. ترامب كان عبارة عن يعني كثير يعرفوا في الغرب بأن يعني شركات العلاقات العامة هذه ممكن تعطيها مليون أو مليونين وتوفر لك حتى ممكن جلسة أو أكل شرب قهوة مع ترامب أو مع مثلا مع أي واحد مسؤول غربي. وبالتالي هذا الذي حدث، ولاحظنا الكلام اللي قال ترامب حول هذا الموضوع، حتى البيت الأبيض على استحياء قال والله بأنه قال والله نحن ندعم في محاربة الإرهاب، وهي الاستوانة المشروخة اللي حاولوا أنهم يقولوها للكل من أجل تمرير أجنداتهم. المجتمع الدولي اتضح على حقيقته، يعني الآن أكثر من يعني يعتبر اليوم 23 يوم في حالة حرب، وقعد غسان سلامة يتذكر يقول والله إحنا بنحاول نوقف إطلاق النار. بالعكس التوار والجيش الليبي الحقيقي الذي يتبع لحكومة الوفاق أعلن بأنه لن يوقف الحرب، وأن وقوف إيقاف العمليات القتالية لن يكون في صالحه ولن يكون في صالح الشعب الليبي إلا بتدمير الرجمة اللي هي موقع انطلاق حفتر وبقاء حفتر. لابد من تكرار مشهد القذافي، أن الليبيين أو الليبيين الأحرار لابد أن ينطلقوا هناك إلى الرجمة
وينهوا مصير القذافي حفتر. إذن الشعب الليبي لا ينخدع بقرارات أو بادعاءات من المجتمع الدولي. هرجع لك مرة تانية أستاذ جمال. أستاذ فرج، من بعض ما رصد أو تم رصده أن الزوارق الحربية أو القطع البحرية زودت حفتر في رأس اللانوف بعدد من الزوارق السريعة، أسلحة هجومية خاصة بالضفادع البشرية. هل تعتقد أن حفتر الآن يفكر في اجتياح طرابلس من البحر بعد فشله في اجتياحها من البر؟ هو في الحقيقة خطط لهذا الأمر من السابق، وتم يعني مصادرة بعض الزوارق في ميناء غرب طرابلس سيدي بلال، يعني كانت من ضمن خطة أنه هو يقتحم البحر. ولكن في اعتقادي أن هذه الزوارق ليست برمائية، لازم نفهم النقطة هذه جيدا، وبالتالي سوف تبقى في البحر. يعني بإمكان استهدافها حتى ولو كان مثل الإمكانيات عند حكومة الوفاق يعني البحرية ضعيفة، فيمكن استهدافها يعني من البر ومنحها من الدخول، وبالتالي أنا أعتقد الجو أو من الجو. المهم هي يعني محاولات يائسة للحصول على مكسب سياسي. هم الآن صاروا يعترفون طرابلس، يعني نعم. أكيد تعرف طرابلس، نعم. وجغرافيتها. هل يستطيع من عصيت عليه طرابلس برا، هل يستطيع دخولها عبر البحر؟ لا مستحيل، لأن احنا كانت مشكلة عندنا في طرابلس وهي عملية انقسامات. كانت هناك حقيقة خلافات كبيرة بين التيارات وبين المجموعات، فصائل مسلحة وبين حتى يعني الآن جميعهم يعني على قلب واحد، نسوا كل اختلافاتهم وصار الهدف الوحيد اللي هو حماية العاصمة. إذن مسألة الخيانة الآن هذه صارت مستبعدة، وهذا هو كان الخوف الحقيقي اللي كان يهدد. ما عدا الخلايا النائمة، طب الخلايا النائمة طبعا أغلبها تم القبض عليه، لأن من وقت مبكر تم القبض على مدير الاستخبارات، وبعدين لحق وكيل وزارة الدفاع شوف يعني وين متغلغلين يعني، وبالتالي كشفوا على كل شيء. وأعتقد يعني ناس كتير قبضوا عليهم بأسلحتهم، وكانت بعض مخازن عندهم. ولهذا أنا أعتقد أستطيع أن أقول لك كلاما جازما بأن كل ما يحصل الآن، وهذا حتى في إعلام الكرام الآن صار يتحدثون عنه، كل ما في الأمر يريدون موطن قدم في المنطقة الغربية، فلعل تبقى عندهم ترهونة وغريان حتى يكون لهم موقع للتفاوض. أما مثل طرابلس عارفين هذا موضوع منتهي الدخول. ده السؤال اللي حيروح به الأستاذ مروان برجاش. أستاذ مروان، غريان، كيف هو الوضع في غريان الآن؟ يعني استمعنا عن أن الوفاق، قوات الوفاق أصبحت هي البادئة، يعني أصبحت تهاجم غريان وتهاجم قوات حفتر. كيف الوضع الآن في غريان؟ نعم بالتأكيد، قوات الوفاق الآن تبعد على مدينة غريان 10 كيلومتر فقط، هي ترابط في منطقة الهيرة شمال غريان، وهي كما قلت تبعد 10 كيلومتر على غريان. على فكرة مدينة غريان هي مدينة صغيرة، عدد سكانها لا يتجاوز 80,000 نسمة، لكنها مدينة جبلية تقع على سفوح جبل نفوسة. ويعني احتلال العاصمة، طبعا احتلال غريان يبدو من خارجها صعبا بعض الشيء، ولكن هناك قوة لبعض الكتائب التي كانت ترابط في مدينة غريان والتي انسحبت منها بعد قدوم قوات حفتر، لأن قوات حفتر كانت كبيرة جدا ولا تستطيع مقاومتها. هذه القوات الآن تتسلل إلى داخل المدينة وتقوم بعملية ضد قوات حفتر، ويعني تثخن فيها الحقيقة، وتقدم معلومات عن أماكن تواجد هذه القوات وأماكن مخازن السلاح والذخيرة في داخل غريان، ليقوم في بعد ذلك طيران الوفاق بقصف هذه المخازن وهذه التجمعات وهذه التمركزات. إذن الوضع، لا. يعني قوات الوفاق يعني في طريقها إلى غريان. يعني السؤال للأستاذ جمال، أستاذ جمال، هل تعتقد، لا. أن توحد القوى المسلحة في الغرب الليبي بين الزنتان والزاوية وطرابلس، هل تعتقد أنها ستقي البلاد من حرب أهلية، أم أنها ستكون حرب بين المشرق والمغرب الليبي؟
الأخي العزيز طبعا يعرف الكثيرين بأن الإمارات عملت بقوة خلال السنوات الماضية لمحاولة دق سفين بين المدن الليبية ومحاولة زرع الفتنة بينهم في كثير من المشاكل. ويعني وكانت فجر ليبيا أحد المصائب اللي خلقتها أو الحرب اللي كانت بين أعظم قوتين اللي هي قوة مصراتة وقوة زنتان، وكانت بخطط وأجندات إماراتية اضطر الثوار من المنطقة الوسطى بأنهم ينهبوا ويحرروا منطقة أو يحرروا العاصمة ذلك الوقت، وثم تركوها لأهلها حتى يتم إدارتها مدنيا. مع الأسف لما دخلت حكومة الوفاق ودخل باولو سيرا حاول أن هو يشيطن الكتائب الموجودة داخل المدينة ويحاول أن هو يمدها بالأسلحة ويعطيها تعليمات حتى تقوم بكثير من الأعمال التي كانت تغيظ الآخرين، وحتى يسبب بينها ويسبب فرقة بينها حتى هي في بعضها أيضا في محاولات كثيرة تمت لمحاولة إدخال الفتنة بين ثرهونة وبين طرابلس وبين مصراتة والمدن الأخرى. لكن الحمد لله أن لأن الثورة صادقة ودفعت فيها دماء طاهرة وفعلا ثورة مباركة، لما جاء حفتر الكل نسى، حتى اللي كان ممكن من السنة الماضية كانوا يتقاتلوا مع بعض أصبحوا على تبة واحدة في الجبهات، وأصبحوا كلهم سلاحها موجه وإرادتهم موجهة نحو القضاء على حفتر وإعادة مشهد القذافي لحفتر. إذن أستاذ جمال معايا؟ نعم. طيب إذن لا حرب أهلية ولا بوادر لحرب أهلية في ليبيا. طيب أرجع لضيفي بالاستوديو أستاذ فرج، إذا كان عبد الفتاح السيسي يساند حفتر لأطماع معينة حتى لا تكون هناك تجربة ديمقراطية ناجحة في دولة جارة لمصر، ولكن يعني هذا يفهم في إطاره، ولكن ما مصلحة السعودية التي تمول حفتر؟ ما مصلحة الإمارات التي تمول حفتر هي الأخرى؟ لربما طبعا هما تقريبا كل حالة يعني لها في اعتقادي يعني وضع خاص بها. بالنسبة لمصر طبعا قل حدة الدعم إلى حد كبير، هي كانت يعني من مصلحتها أنها يعني تثبت نظام دكتاتوري قمعي يعني تتعامل معه مثل ما هو موجود في مصر الآن، وأيضا تستبعد الإخوان المسلمين خطرهم عليها باعتبار أن يعني ليبيا ربما تكون أن هذا الهدف الأساسي. هذا طبعا صار يعني عند ما زال موجود، ولكن صاروا يعلمون أن مسار التحقيق عن طريق بهذا النظام يعني مستحيل. السعودية طبعا هي من البداية طبعا لم تقف مع ثورة أي ثورة من الثورات يعني في العالم العربي، وبالتالي هي كانت متحفظة في أكثر الأحوال، وهي يعني نظام مشيخة اللي يمشي لها الأول يجلس معاه ويعني ياخذ منه أكيد لها مصالح في المنطقة يعني. السعودية غير محتاجة لليبيا، هي تنتج في 10-12 مليون برميل في النفط، واحنا ليبيا 160، هم اعطوا لي الامريكان بس 400 مليون، هم ايران ما يعني قصة السعودية هذا موضوع اخر. الامارات ايضا نفس الشيء، للاسف الشديد الامارات اجروا بلادهم الى الاجانب وبنوا الابراج واستثمر في العالم كله، وعندما اتهم السيد عقيلة صالح قالوا له حلال نحلالكم، رجعوا للقصة القديمة انتعت الحلال والغنم والأمور هذه، ودخلوا معاه في موضوع يعني يحاكوا فيه الطبع القديم. يعني أضف إلى ذلك الإمارات حقيقة لديه هدف استراتيجي وهي إضعاف كل الدول التي ممكن أن تكون يعني تشكل تنافس طبعا الإمارات بعد زايد بعد الشيخ زايد اللي هو أولاده، اللي هي كل من تشكل ربما تنافس اقتصادي أو تنموي أو حتى في العلاقات الخارجية لها طبعا تحاول يعني تفشلها، وهي تعلم جيدا أن تنصيب نظام دكتاتوري
هو في الحقيقة الأمر هو هو في مصلحته لإفساد أي أي أي. أنا أسألك سؤالي الأخير والإجابة يعني بإيجاز لو سمحت. نعم. في الأيام القادمة ما توقعاتك؟ إلى أين تسير ليبيا؟ إلى أين يسير الوضع في غرب ليبيا؟ ومش بس طرابلس، حتى إذا قلنا في بني غازي نفسها. والله ما أخشاه أن الأمر سوف يعني يأخذ وقت، لأن الشرق كبير والإشكاليات كثيرة، وأنا أعتقد أن الترميم ما أفسدته الكرامة في هجومها الأخير لن يكون بالأمر البسيط والهين، وخصوصا ترميم بوجود حفتر أم لابد أن يزع حفتر من لا لا لا، أنا أعتقد هو حكم على نفسه حقيقة باستخدام السلاح، يجب أن يكون الآن. حتى الترشح أنا أعتقد ليس له حظ فيه، لأن من شروط المرشح أنه لا يكون لا يكون أنه أوغل في دماء الليبيين، في دماء الليبيين، وبالتالي هذا شرط أساسي يجب أن يكون في أي انتخابات. دلوقتي مجرم حربي أنا لا أريد أن أذهب النقطة هذه، أقف عند هذه النقطة. من أوغل في دماء الليبيين ليس له حق الترشح، ليس أمامه إلا الخروج من ليبيا لديه الجنسية الأمريكية، تفضل وصغار لن يأخذوا الجنسية القبرصية ويتوقع الله بعدين إذا كان حاكم يعني لحقوه من محاكمات لحقوه. أما مسألة أنك أنت يعني تقتل وتخرب وتدمر هالدمار هذا كله بتحكم ليبيا، أنا أعتقد هذا يعني شيء، إلا إذا كان طبعا الله قدر شيء آخر، لأن صراحة فرنسا أنا أشوف أنها يعني نيابها قوية جدا في هذا الموضوع، وربك يستر يعني. ربنا يستر إن شاء الله، ربنا يحفظ ليبيا وأهل ليبيا. وأشكرك أستاذ فرج دردور الباحث والأكاديمي الليبي، كنت ضيف عزيز علينا في الميدان، والشكر أيضا والتحية للأستاذ مروان برجاش المحلل السياسي الليبي ضيفنا عبر سكايب، وتحياتنا وشكرنا للأستاذ جمال الزبية مدير إدارة الإعلام الخارجي بحكومة الإنقاذ الوطني، كنتم ضيوف أعزاء علينا وعلى جمهور مكملين الميدان، شكرا لكم.